أكد معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن المملكة الشقيقة تسعى دائما لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن المعتمرين بمكة والمدينة وتقديم أفضل الخدمات لهم. وبين الوزير في حوار خاص لمركز الأخبار أن وزارة الحج والعمرة في السعودية تعمل على تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول وتحسينها للبحرينيين والمقيمين على أرض مملكة البحرين من خلال التقديم على التأشيرة الإلكترونية، وذلك في إطار تطوير وتحسين تجربة زوار المملكة وضيوف الرحمن على مختلف الأصعدة. نحن نسعى دائما لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن المعتمرين لمكة والمدينة وتقديم أفضل خدمات لهم وإثراء تجربتهم، فصار هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة إجراءات التأشيرات وتحسينها. مثلا الآن جميع المقيمين في البحرين يستطيعون التقديم على تأشيرة إلكترونية والحصول على تأشيرة مدة سنة متعددة، والقدوم المملكة لمكة والمدينة أو أي مدينة في المملكة، أي مقيم في البحرين يستطيع الحصول على هذه التأشيرة. كذلك نعمل على إثراء التجربة، كل من يزور مكة والمدينة نريد أن تكون تجربة ممتعة ومريحة، وهناك مشاريع كثيرة تطويق مواقع تاريخية التي مرتبطة بسيرة الرسول اللهم صل وسلم عليه، فعندنا أكثر من 100 موقع يتم تطويرها، الحين أنجزنا بعضها قرابة 10، والآن البقية في الطريق خلال 3 أعوام قادمة سوف نرى نقلة نوعية في المواقع الإثرائية التاريخية وغيرها من الخدمات التي تجعل الرحلة ممتعة ومثرية لكل زائر لمكة والمدينة.